نستعين وعليه نتوكل ونرجو منه التوفيق. آمين يا رب العالمين. يصيبنا كثيرا ويشرفنا أكثر أن يحضر معنا السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ابننا وزميلنا وصديقنا وهو من رجال التربية والتعليم وهو من أكاديمي مدينة رأس المال. فأهلا وسهلا بي. كما نرحب بابننا خليل الروم إمام مسجد بأهل المال. فأهلا وسهلا بي وفي هذه الروضة. ولا أنسى ممثل الولاية البلدية وكذلك أولياء أطفال أروى. نتشرف بهم ونسعد بحضورهم في هذا الحفل البهيج. أقول بهيج ليس بهيج بماديتي ولا بتنظيماتي ولا بأي كيفية كان، بقدر ما هو بهيج بما تحمله هذه الأجواء الربانية الرمضانية. هذه الأجواء اللي فيها الخير الكثير وفيها الثواب العديد. فأهلا وسهلا. لا أزيد ما قالت المشرفة في هذه الروضة من الهدف ومن الغرض، إنما نحن نهدف إلى أن تكون هذا الروضة مصدر إشعاع علمي تربوي ثقافي أخلاقي، وأول بذرة تغرس هي في نفوس هؤلاء الفراعنة هؤلاء الأطفال. فمرحبا بالجميع، ونبدأ بلب الحفل ونرحب. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بارك الله فيكم ومشكورين. ورمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم ومن الجميع. كما نتشرف ونسعد بحضور ابننا وابن بلدية رأس الواد واللي هو في الوقت الحاضر إمام بمسجد عين المان بمسجد خالد بن الوليد، فنشكره على تلبية الدعوة وعلى حضوره معنا. فحضوره يزيدنا شرفا ويزيدنا تقديرا ويزيدنا شجاعة ويزيدنا قوة من أجل خدمة نشاطات الروضة وترقيتها في جميع الميادين. فأهلا وسهلا بك بني. أقول بني يجوز تعبيرا وبلاغة. الله يعطيك الخير إن شاء الله. لكم الكلمة أيها الإمام الكريم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بادئ ببدء في ودي أن أشكر أستاذنا الفاضل واللي عنده يعني باع طويل في خدمة التربية والتعليم وخدمة القرآن الكريم كذلك، وأشكره كذلك على حسن عمله الباهر في هذه الروضة في مدينة رأس الواد، وأشكره ثالثا على خدمته مع البراعم لكتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل الخيرية كلها في تعليم القرآن الكريم، فقال في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو حاز خيرية تعليم القرآن، تعلم القرآن الكريم ثم تعليمه كذلك للجيل، وهذه أعظم طرق الإصلاح. أنه نبدأ بالجيل الصغير هذا، نعلمه على أداب القرآن الكريم وعلى أداب كذلك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. حضرت هذا الحفل المبارك والجميل والطيب خاصة لما يتعلق بالبراعم الصغار، فأقول له جزاك الله خير الجزاء وجعل ما تقدمونه للقرآن الكريم، ونحن في شهر رمضان شهر القرآن الكريم، في موزين حسناتكم وحسنات والديكم، وجعل هذه الروضة من الروضات الرائدة في مدينتنا وخارج حتى مدينتنا، وجعل لكم اليسر في جميع أعمالكم. مبارك في هذه البراعم وجميع الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب جزيكم خير. آمين يا رب. كما أرحب كذلك بممثل الحماية المدنية لبلدية رأس الواد، وهو أحد نشطاء في جميع، لا أقول في جميع الميدان من الميادين، إنما في جميع الميادين،
أين تذهب تجده، أين تذهب تجده، في الميادين الاجتماعية، في الميدان الثقافية، في الميادين السياسية، في الميادين الجمعوية، في أي ميدان هنا. هذا ما نعرف عليه على كل حال، وهو دائما سباق في المناسبات التي تخدم المجتمع وتخدم الأمة وترقيها من جميع الجوانب. فأهلا وسهلا بك، ودمتم دائما في نشاط، دمتم دائما بحيويتكم ونشاطكم وما تقدموه وما توضحه للمجتمع المدني من خير، وفقنا الله وإياكم بني الكريم. بارك الله فيك، بارك الله فيك على الدعوة أستاذنا وموسوعتنا أستاذ عبد العزيز بن حسن المربي، ويعني في الحقيقة موسوعة في جميع الميادين. طبعا نحن قطاع المدنية نسير مسيرين المجتمع، خاصة الجمعية الناشطة مثل هذه روضة بن حسن، واللي كان دائما ثاني كذلك نوجه لها ثاني الشكر على الدعوة، وكانوا دائما حاضرين معنا احنا ثاني في نشاط، خاصة نشاط اليوم العالمي للحماية المدنية. وطبعا قطاع الحماية المدنية طبقا لتعليمها لتعليم المدير العام والمدير الولائي أننا نسير الحركات الجمعوية والمؤسسات القابلة للجمهور، ونحن كذلك عندنا شعار مسعف في كل بيت. هذه المبادرة الطيبة الحسنة الروحانية مع سنة إلى أن نقول بارك الله فيكم ونتمنى لكم التوفيق وشكرا وجزاكم الله بخير، رمضان كريم وعيد مبارك ويعطيكم الصحة. السيد نهني بها سقني جنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف كثير ونسعد كثير بحضور السيد رئيس دائرة رأس الواد، فنقول له أهلا وسهلا بكم في روضة البلدية، روضة الشهيد قيدوم. فأهلا وسهلا بك سيدي رئيس الدائرة على حضورك معنا وتلبيتك الدعوة، شاكرا إياكم هذا المسعى وشاكرا إياكم هذا الصنيع. حضوركم معنا يزيدنا قوة ويزيدنا نشاطا ويزيدنا تشجيعا على مواصلة نشاطات الروضة في جميع الميادين، خاصة في الميدان التربوي وفي الميدان التعليمي وفي الميدان الترفيهي. فأهلا وسهلا بكم سيدي رئيس الدائرة، ولكم كلمة. وعلى كل حال هو بأشغاله وأعماله، واليوم يوم استقبال، نشكره كثير اللي هو أحضر معنا، وهذا الحضور زادنا شرفا وكرما وتكريما وتشريفا. فشكرا سيد رئيس الدائرة، لكم الكلمة سيدي رئيس الدائرة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد وإحسان إلى يوم الدين. حقيقة أنا سعيد بهذه الدعوة التي وجهت لي من طرف المسيرين والقائمين على روضة البلدية، روضة الشهيد قيدو، خاصة هذا الحفل التربوي أو الحفل المقام يصادف مع احتفال باليوم ليلة القدر المباركة، ونحن في شهر رمضان الكريم. من هذا المنبر وكل السلطات المحلية على مستوى رئيس دائرة رأس الواد نسعى إلى مرافقة الأعمال الخيرية من جهة والأعمال التضامنية، وذلك بإرساء مبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاءت كما يعلم الجميع في المبادئ 54 للسيد رئيس الجمهورية، ونحن نسعى إلى ترسيخها على مستوى فعالية جمع المجتمع المدني بجميع أطيافه وبجميع شرائعه. نشكر مرة ثانية
عمي علي اللي هو معروف على مستوى الطائره راس الواد، ولينا راه عرفوا قبل ما نجي للطائره راس الواد، ايضا بحضور ممثل تاع الحمايه المدنيه اللي هو بنفس الوقت ناشط في الحركه الجمعويه، والشكر ايضا موصول الى الطاقم التربوي والاداري اللي يشرف على هذه الروضه اللي هي عندها قيمه وعندها مرتبه على مستوى الولايه ولا على مستوى دائره راس الواد. الشكر الجزيل والتوفيق للجميع، صحه رمضانكم وصحه عيدكم.